الإخوان المسلمون والربيع العربي، من أسقط من؟ موضوع حوارنا الليلة. أرحب مرة أخرى بضيفينا معنا في الاستوديو، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الدكتور لؤي ديب، ومعنا أيضا من باريس رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي دكتور لؤي، مرحبا بك معنا في الاستوديو. دعني أطرح عليك السؤال الذي طرحناه في مقدمة هذا البرنامج. الإخوان المسلمون والربيع العربي، من أسقط من؟ هل الربيع هو الذي بدأ الآن بإسقاط الإخوان المسلمين، أم أن وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في بعض الدول الأساسية من دول الربيع العربي هو ما أسقط الربيع العربي؟ أنا باعتقادي ما بني على باطل فهو باطل. هذا الربيع العربي كان في بدايته جميلا، كان مجرد حادث عفوي أسس لتغيير في المنطقة، كان الكل يطالب ينادي به، ولكن من امتطى هذا الربيع في وسط الأحداث، من حاول أن يجعل نفسه قائدا لهذا الربيع دون وجه حق، وبالتالي دون أن يكون قد لبى مطالب الجماهير، دون أن يكون قد استجاب لحجم الدماء التي أريقت في الشارع، من أتى بأجندة خارجية إلى هذا العالم العربي بالطبيعي سيدفع الثمن. باعتقادي ما حدث في بداية الأحداث دخول الإخوان على خط الربيع العربي ومحاولة اختزال كل الأماني والمطالب العربية في تنظيم الإخوان المسلمين، هذا بالطبيعي كان سيكون هذه نتائجه، وأنا أعتقد أن النتائج القادمة ستكون أعظم على تنظيم الإخوان المسلمين، لأن مجرد أسوأ أكثر من ذلك أسوأ، لأن مجرد محاولة اختيال واختزال الحلم العربي في تنظيم الإخوان المسلمين هذا كان خطأ فادح من الإخوان المسلمين. نعم، ولكن دكتور خطأ. عندما تقول أنه الإخوان امتطوا الربيع العربي دون وجه حق، ما الذي تعنيه دون وجه حق؟ هؤلاء وصلوا إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، أليس هذا هو بالنهاية محصلة العملية الديمقراطية؟ هذا أحد الأخطاء التي كانت شائعة في العالم العربي منذ بداية الأحداث في العالم العربي. الإخوان المسلمين كان لهم تاريخ، كانوا ينسقوا مع السلطة، وأنا لست ضد صندوق الانتخاب، ولست ضد أن يأتي الإخوان المسلمين بصندوق الانتخاب، ولكن أنا ضد أن تحدث انتخابات في وسط جماهير غير مهيئة تخرج من محنة، من أزمة. كانت الجماهير العربية في حالة خروج من أزمة كبيرة جدا، في حالة ارتباك شديد جدا. أتى الإخوان المسلمين بالإمكانيات المالية، بالوعود المعسولة. من قال أننا كنا ضد الإخوان المسلمين عندما أتوا ببرنامجهم الانتخابي؟ قالوا لنا مشروع نهضة في مصر، قالوا مشروع في تونس، قالوا ديمقراطية، قالوا تعدد مشاركة سياسية، الكل مد يده لهم، قالوا احترام لحقوق الإنسان. هذا كان مطالب الجماهير، الكل مد اليد وقال يدي بيدكم لنمشي ونسير للأمام. لنفاجأ في وسط الطريق بأجندة غربية أتت علينا، بأجندة لتقسيم المنطقة، بانتهاك لحقوق الإنسان، باختيال لهذا الحلم العربي. يا أخي، الإخوان المسلمين استلموا الحكم في السودان فقسموا السودان إلى دولتين، استلموا الحكم في فلسطين قسموا فلسطين إلى غزة والضفة. ما الذي كان ينتظرنا في مصر وفي تونس؟ يعني الذي يقرأ الأحداث يدرك أن الإخوان مقابل السلطة قبلوا بتجزيء هذا العالم العربي، قبلوا بالتعدي على الخطوط الحمراء لما تبقى من روابط الوحدة العربية. هذا الربيع العربي أنا أعتقد عندما بدأ في مصر أو في تونس أو في أي مكان، إنما كان هو يمثل هذه الجماهير التي كانت تخرج في مصر، 30 مليون في مصر، لم يكن يمثل الشعب المصري، كان يمثل كل مواطن عربي. عندما خرجوا ليقول للإخوان لا، مصر تمثل نبض الشارع العربي، لا تمثل فقط مصر، هذا كان نبض عربي من المحيط إلى الخليج يقول لهم كفى، نحن لن نقبل بأن يصنع قدرنا صغائر الدول، ولن نقبل بأن تصنع قدرنا دول أخرى مثل تركيا، أو لن نقبل بأن تكون هناك أجندة ويكون هناك حل القضية الفلسطينية مقابل السلطة. طيب، أنت ذكرت أنه الجماهير كانت غير مهيئة، هذا أفهم من الكلام أنه بغض النظر عمن يصل إلى السلطة الجماهير غير مهيئة، سواء وصل الإخوان أو وصلت جماعات أخرى، وبالتالي الخطأ يعني ليس في جماعة الإخوان المسلمين نفسها. سأعود إلى هذه النقطة بعد قليل لأسألك عنها، ولكن دعنا نشرك معنا من باريس الدكتور هيثم مناع رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان.
مساء الخير دكتور هيثم، مرحبا بك معنا. هل بالفعل جماعة الإخوان المسلمين كما قال الدكتور لؤي امتطت الربيع العربي دون وجه حق، هل بالفعل دخلت على خط هذا الربيع واغتالت الحلم العربي بأجندات خارجية وكل ما ورد في كلام الدكتور لؤي؟ أنا أظن بأن ما حدث كان في الأساس عفويا، لذا نحن أمام ظاهرتين، ظاهرة منظمة تاريخية عمرها أكثر من 80 سنة، إلى جانبها ظاهرة جاءت بعدها بأربعين عاما لظاهرة السلفية، وظاهرة عفوية. الأطراف الأكثر تنظيما والأغنى والأكثر قدرة على الخوض فيما يمكن تسميته بالديمقراطية الشكلية، أي ديمقراطية الانتخابات لا ديمقراطية المؤسسات، كانت الظاهرة الإسلامية ولم تكن الظاهرة الحزبية العلمانية الديمقراطية أو الأحزاب الليبرالية أو الأحزاب الإصلاحية الإسلامية لسببين أساسيين. السبب الأول، ازرع استبداد تحصد تعصب. لا يمكن من الاستبداد الذي يخلق حالة تصحر سياسي ويخلق حالة فقر دم في الوعي المدني أن يعطي أطرافا متقدمة تحمل مشروعا للمستقبل، وإنما يحمل كل جذور ومخلفات الماضي، وكما يقول فرويد يحمل الضحية جزء أساسي من أخلاق وسلوك المستبد. مشكلتنا إذن نحن أن نطرح السؤال، هل كانت حركة الإخوان المسلمين والحركة السلفية جهادية كانت أم سياسية؟ حركات ترد على السؤال الأساسي اللي بيطالب بالخبز والحرية والكرامة. بالتأكيد يمكن أن نناقش مسألة الكرامة كونها واسعة جدا، لكن بالنسبة للمسألة الديمقراطية بالأساس في عنا خلل. يعني إحنا من سنة 1939 في محاضرة أبو الأعلى المودودي كان يهزأ ممن يتحدث عن الإسلام والديمقراطية ويقول لا علاقة للإسلام بالديمقراطية، ورد على ذلك بأن الإسلام دولة تسلطية، دولة هيمنة توتاليتارية، واستعمل التعبير باللغة الإنجليزية. هذا منذ بداية الجماعة الإسلامية في باكستان وبداية الحركة الإخوان، لأن هاتان الحركتان الأساسيتان في ما يسمى بالفكر الإخواني، هاتان الحركتان لم يكن حركات فعلية إبداعية، وإنما حركات رد فعلية. واحدة جاءت إثر تقسيم الهند الكبيرة، وبالتالي سميناها باكستان يعني أرض الطهارة، والثانية جاءت بعد سقوط الخلافة العثمانية وجاءت لإحياء مشروع الخلافة العثمانية، أي العودة إلى الماضي. إذن في الحالتين نحن أمام ظاهرة رد فعلية. هذه الظاهرة الرد فعلية لم تنجح في خلق فكر متوائم مع العصر خلال أكثر من 30 عاما، وكانت الأفكار الأكثر تنورا من خارج الإسماعيلية في مصر ولاهور في باكستان، جاءت من شخص مثل مصطفى سباعي، مثل محمد مبارك، من عناصر من خارج المركز. المركز كان رد فعليا بالفعل، ولذلك هذا المركز استمر ليعطى فكرا قطبيا، وكان سيد قطب هو لحظة اللقاء ما بين الحاكمية والتكفير وبين السلفية التكفيرية. هنا لحظة اللقاء جاءت بعد سيد قطب، وأعطت بين 78-82 أول محصلاته في صحيفة مجلة الدعوة المصرية، مجلة الاعتصام في مصر في عهد السادات، وأعطت في سوريا مروان حبش، عفوا مروان حديد، ومجموعة النذير والطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين. نحن لما دخلنا في هذا كل مسألة الديمقراطية لم تأخذ حقها، وكل مسألة الحداثة لم تأخذ حقها في الحركة، وكل مرة كان يتم فيها تبني
مشروع جديد وتجديدي في الحركة كان أول نكسة يظهر الأساس وتغيب هذه القشرة. وللأسف لاحظنا ذلك في محاولة أخوانة الدولة في كل فرصة حدث فيها وصول إلى السلطة. طيب أنا لدي الحقيقة تساؤلين دكتور هيثم. أولا ما ذكرته على أنه الديمقراطية الشكلية، يعني صورت الانتخابات على أنها هي الجزء الشكلي من الديمقراطية، ولكن هذه هي الأداة الوحيدة المتاحة للوصول إلى السلطة بحسب المفاهيم الديمقراطية المتعارف عليها. كيف يمكن لأي جهة، لأي حزب، لأي تيار أن يصل إلى السلطة بدون انتخابات؟ المشكلة الأساسية ليست في الانتخابات. الانتخاب والاستفتاء أداة استعملها الدكتاتور كما استعملها الديمقراطي، ونجد أن كل البلدان الدكتاتورية في الأزمنة المعاصرة كان فيها انتخابات. لكن المشكلة الأساسية هي في أن يكون لديك دولة مؤسسات، دولة قانون، سلطة قضائية مستقلة، يكون في فصل للسلطات واضح المعالم، مؤسسات تحمي السلطة المضادة أي المجتمع المدني من عزف السلطات الثلاث. عندما نبدأ عملية بناء المؤسسات تصبح عملية الانتخابات عملية يمكن أن تكون شفافة ويمكن أن تكون ذات جدوى. أما إذا لم ننظم مسألة القانون الانتخابي، وأنا أجيت بثلاثة مليار من خارج تونس ولا من خارج مصر، سأربح بالتأكيد في مجتمع يحتاج فيه أكثر من 60% من السكان إلى ما يأكلون لأن واردهم أقل من دولارين باليوم. إذن نحن الانتخابات بالمعنى الشكلي لا يمكن أن تشكل بالنسبة لنا مرجعا إذا لم نؤسس لفصل السلطات لسلطة قضائية تحمي. طيب ولكن الفترة لقانون أحزاب. طيب دكتور هيثم سأعود إليك لتتابع هذه النقطة، ولكن الفترة في مصر على سبيل المثال سنة واحدة دكتور لؤي، هل هذه مدة زمنية كافية لبناء المؤسسات الديمقراطية والقيام بكل الأمور التي تحدث عنها الدكتور هيثم مناع؟ هل حكم على الإخوان المسلمون مسبقا بفترة قصيرة بالفشل لأنهم لم يحققوا كل هذه الأشياء خلال سنة واحدة فقط من وجودهم في الحكم؟ أنا ربما أختلف أن هناك أحدا كان قد حكم على الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين حكموا على أنفسهم بأنفسهم عندما بدأوا بأخونة الجهاز الإداري للدولة المصرية، جهاز إداري عريق يمتد في عمق التاريخ إلى ما عهد محمد علي. هذا الجهاز يتشكل من أكثر من 5 مليون موظف يحاولوا أن يؤخونوا جهاز الدولة، يحاولوا أن من ليس معهم يرمى على قارعة الطريق. إذن ليس لا أعتقد أن هناك أحدا قد أصدر الحكم على جماعة الإخوان المسلمين بقدر ما أصدرت الحكم على نفسها. عندما ترفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة السياسية في مجلس الوزراء، عندما ترفض جماعة الإخوان المسلمين الحوار مع باقي القوى السياسية، لعل الذاكرة تشدنا إلى ما كان يعصف بمصر قبل خروج الجماهير إلى الشوارع ومحاولة الحوار ما بين الإخوان المسلمين وما بين باقي القوى السياسية، محاولة تجاهل باقي القوى السياسية، هو الدور نفسه الذي تكرر في تونس. محاولة أن يبدأوا من حيث انتهت الأنظمة الفاسدة، في منظومة فاسدة، في استخدام الناس الخاصين فيهم فقط. هم الذين حكموا على أنفسهم. هذا ليس حكم متسرع، هذا ليس حكم متسرع. أنا لا أشكك في حكم الجماهير هنا، أنا لا أشكك بأن الجماهير هي مستغبية أو الجماهير غبية أو الجماهير غير قادرة على ممارسة الديمقراطية. أنا عندما تكلمت أتفق مع الدكتور هيثم مناع فيما وصل إليه، وتحديدا في الأدوات التي كانت مستخدمة. بالله عليك، كيف يمكن أن تطالب مواطن في صعيد مصر هو لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة وليس لديه دخل، وهناك من يأتي بالزيت والسكر له، وهناك من يتحكم في مصيره وفي لقمة عيشه، ونأتي له ونقول له انتخب واحكم على برامج الأحزاب السياسية، لدينا إخوان مسلمين. هذا الذي كنا نتكلم عنه. عندما نتكلم عن الانتخابات نتكلم عن انتخابات حرة ونزيهة. ما حدث في مصر، ما حدث في كل دول الربيع العربي أن الانتخابات كانت نزيهة. الفرس في الصناديق نزيه، هنا ورقة وهنا ورقة، هذه للإخوان وهذه لغير الإخوان. وإن انتابها في البعض بعض التزوير وبعض التلاعب هنا وهناك، ولكن لم تكن حرة. إرادة الناخب لم تكن حرة. لماذا لم تكن حرة؟ أنا أأتي لشخص فقير وشخص غير متعلم وغير متعلم وغير مثقف وغير واعي، هل هذا
خطأ الإخوان؟ هذا الشرط الأساسي لمعادلة الديمقراطية، ليس خطأ الإخوان، هذا الشرط الأساسي لمعادلة الديمقراطية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. إذا كان الإخوان لا يريد أن يتنططوا على هذا الموضوع فلا يشتروا ذمة الناخبين، لا يساوموا الناخب. أنا كنت أراقب يا سيدي في مصر وكنت أرى الانتخابات في مصر، عندما يأتي للناخب على باب مركز الانتخابات ويقول له هذه 500 جنيه، تأخذ هذه الورقة فارغة ولا تسقطها في ورقتك، لا تسقطها في الصندوق، أعيد الورقة لي. ثم يخرج هذا الناخب بالورقة فيأخذ 500 جنيه، ثم بعد ذلك يعبئ هو اسم من يريد ويرجع هذا. أنا لا أسحب الحالة على الكل ولا أقول أن الانتخابات كانت نزيهة، ما تتحدث عنه الآن هو تزوير، هو تزوير وغير نزاهة. أنا أتحدث ولم نسمع عن عدم نزاهة في الانتخابات المصرية مطلقا. مهند، أنا أتحدث عن أخطاء شابت الانتخابات، وكان هناك خلل وكان هناك عدم نزاهة، ولكن هذا لم يؤثر على العملية الانتخابية بالمجمل. لم يؤثر على العملية الانتخابية بالمجمل. أنا قلت أن الانتخابات كانت نزيهة في الحكم المجمل ولم تكن حرة، إرادة الناخب لم تكن حرة. كيف تكون إرادة الناخب حرة في ظل أنت تأتي على مجتمع وتغدق بالمليارات؟ أنت تعلم ما سبب عدم انهيار العملة المصرية في فترة قصيرة من الزمن بعد كل ما عصف في مصر من أحداث؟ هو كمية العملة الصعبة التي دخلت على مصر. هذا ليس رأيي، ليس أنا من أقول ذلك، هم أساتذة الاقتصاد في معاهد الاقتصاد بالغرب. ضخ في مصر كمية أموال للأحزاب السياسية، ليس بهكذا أسلوب. أنا كنت أتمنى من الإخوان المسلمين ومن غيرهم من الأحزاب، أنا لا أحمل الإخوان المسلمين فقط المسؤولية، أنا أحمل للأحزاب المسؤولية. هذه الأحزاب، أحزاب المعارضة حتى في زمن الأنظمة السابقة كانت تزور انتخاباتها الداخلية وتأتي في يوم وليلة لتنافس تنظيم عمره 84 سنة. طيب مش خطأ التنظيم إذا كان التنظيم منظما وهذه الأحزاب تافهة وكرتونية، هذا ليس خطأ التنظيم. التنظيم في الأصل قائم على باطل وعلى شيء مخطئ. عندما يأتي التنظيم ببرنامج عربي طموح، برنامج له أجندة خاصة بي كمواطن عربي أو كمواطن مصري أو كمواطن فلسطيني أو تونسي، هذا لا شيء. ولكن عندما تكون أجندة التنظيم دولية وتخضع لتنظيم دولي، عندما تكون أجندة التنظيم مرتبطة بباكستان ومرتبطة بما تفاهم عليه التنظيم في تركيا مع أمريكا أو مع فرنسا أو مع غيره، هذا لا يلبي طموحي. هذا أصلا من غير المشرع له أن ينزل وينافس على الانتخابات. جاي دكتور لاي ودكتور هيثم، سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا النقاش. أود أن أطرح مسألة الأجندات الخارجية والارتباطات الخارجية لجماعة الإخوان، وهل كان عام 2012 عام صعود الإخوان بينما كان عام 2013 عام سقوط الإخوان كما يقول البعض؟ فاصل قصير إلى حول الإخوان المسلمين والربيع العربي، من أسقط من؟ أرحب مرة أخرى بضيفينا في الحوار. معنا في الاستوديو رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الدكتور لؤي ديب، ومعنا من باريس رئيس المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. هذه الآن بعض المشاركات التي وصلت من المشاهدين. مصطفى الجوهري على فيسبوك يقول: الإخوان سقطوا بسبب أطماعهم في السلطة والحكم وسياسة الإقصاء التي اتبعوها مع الحلفاء والخصوم. عمر البرغوثي من جهته يرى أن الإخوان لم يسقطوا إلا في مصر فقط، أما في تونس فقد نجحوا في تجنيب بلادهم الدخول في نفق الفوضى، فالتجربة الإخوانية مختلفة باختلاف المكان. أما عبد الحليم محمد فيشير إلى أن الإخوان استغلوا الربيع العربي لتحقيق أطماعهم في السلطة وبالتالي فشلوا داخليا وخارجيا. أحمد عزت من جهته يعتقد أن الإخوان مشروع فاشل أراد به الغرب تفتيت العالم العربي، لكن مصر أسقطته للأبد. محمد إبراهيم على جوجل بلس يقول: الإخوان نجحوا في الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات وفشلوا بسبب المؤامرات التي حيكت ضدهم. فاطمة موسى من جهتها ترى أن الإخوان فشلوا لأنهم حاربوا القضاء والإعلام ولم يقدموا شيئا للمواطنين في بلدانهم. علاء بيومي على تويتر يقول: العالم كله عول على الإخوان في قيادة المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، والنتيجة كانت الإحباط والفشل. أخيرا أحمد رشيد يرى أن الربيع العربي جاء ليلبي مطالب شعوب المنطقة، إلا أن الأحلام تكسرت على صخرة الواقع والنتيجة كانت الفوضى وعدم الاستقرار.
أعود إلى الدكتور هيثم مناع في باريس. دكتور هيثم، هل من المنصف أن نقول أن تجربة الإخوان فشلت؟ البعض يقول أنه عام 2013 كان عام سقوط الإخوان وأنه عصر جماعة الإخوان المسلمين انتهى، أليس هذا مبالغا فيه أن نحكم على تجربة من تجربة مصر تحديدا؟ البعض يقول أن هذا ربما لا يحصل في دول أخرى، في تونس، في أماكن أخرى، التجربة مختلفة، ما رأيك؟ أظن بأن مشكلة حركة الإخوان المسلمين كما هو مشكلة الحركات السلفية أنها حركات فوق حدودية، يعني ليست حركات مرتبطة بحدود دولة، مثل ما كان حزب البعث في وقت يعني كان عنده قيادة قومية ل 21 بلد، في بعض البلدان كان عنده 3 أعضاء، وفي بعض البلدان كان عنده تنظيم جدي. نفس الشيء بالنسبة للإخوان، ففي بلدان ضعيفة جدا حركة الإخوان بالأساس. في الجزائر الإنقاذ ليسوا من الإخوان، وحركة الإخوان كانت مع العسكر ووقفت مع الانقلاب ضد الانتخابات. في باكستان وقف، في عفوا أفغانستان وقفوا أيضا مع الأمريكان. في العراق شاركوا في مجلس الحكم الانتقالي لبريمر. ففي حسب البلدان، يعني في بلدان كانوا يشجب، في بلدان كان يشارك. فالمشكلة أنك عندما تكون منظمة فوق الحدود، صحيح في مرشد عام، لكن في تناقضات كبيرة، وكونك حركة تعبوية وليس حركة عقلانية تقيم في كل بلد برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي ومدني ينسجم ومنطلق من معطيات هذا البلد، فبالتأكيد هناك خلط وتشوش دائما في الأهداف والشعارات والمراحل الانتقالية. والشيء لاحظناه تماما لما وصلت حماس للسلطة في الانتخابات في فلسطين. وقتها السوريون مثلا اللي كانوا في أضعف أوضاعهم بدأوا يتكلمون وكأنه غدا جاء نصر الله والفتح، رغم أنه وضعهم كان من أسوأ الأوضاع وما عندهم حدا في الداخل. نفس الشيء في أكثر من بلد، الشعور بأن إذا انتصرنا في بلد انتصرنا في العالم كله. اللي اعترى من قبل الحركات الشيوعية كان عنده نفس المرض، لأنه كانت حركات فوق الحدود. وبالتالي هم في مشكلة أساسية عانت منها حركة الإخوان وجعلت مجتمعاتها تعاني منها. وأنا بعطي مثل بسيط، يعني من العناصر الأساسية لسقوط مرسي ليس فقط العنصر الداخلي وإنما العنصر الدولي في حركة الإخوان، لأن المرشد العام كان يتصرف كحركة فوق الحدود، وبالتالي مرسي في أكثر من موقف تصرف بنفس الطريقة، وليس كرئيس لمصر، كرئيس لأكبر دولة عربية لها اقتصادها، لها مشاكلها، ولها برنامجها الخاص. لذلك لاحظنا أنه بينزل لملعب مع شيوخ السلفية الجهادية وبيطالب بالجهاد في سوريا مثلا. هذا مو شغل رئيس جمهورية، يعني احنا يمكن يسر هالشيء مشاعر بعض السوريين المقاومين للنظام ونحن نقاوم النظام، ولكن هذا لا يخدمنا أبدا. على العكس من ذلك، كان مصيبة بالنسبة لنا يجيب لنا جهاديين فوق ما عندنا جهاديين من خارج الحدود ليأتوا ليقتلوا كل من هو مخالفهم في الرأي أو في المذهب أو في الدين. ففي مسائل أساسية، يعني حركة الإخوان من اللحظة التي لم تضع فيها بين الحزب الذي نزل في الانتخابات وبين الحركة الأم التي بقيت دولية حدودا واضحة، فنحن أمام ازدواجية، ازدواجية أساسية. لأنه لو كنا مثل الأممية الثانية مثلا، الأحزاب الاشتراكية في عندها وضع استشاري في الأممية الثانية، لكن كل حزب يقرر في بلده بشكل كامل، لكانت الأمور مختلفة. لكن مثل ما وضح أكثر من كوميدي باسم يوسف، كيف كان يلقن المرشد رئيس الجمهورية. يعني عدم وجود هذا الفصل ما بين حركة فوق حدودية وما بين استلام السلطة في بلد أثر على حماس، وتدفع اليوم حماس ثمنا غاليا، وأتمنى أن تخرج منه بأن تضع التخوم واضحة بين برنامجها كحركة مقاومة
وحركة الإخوان المسلمين اللي هي ما بالضرورة مقاومة وإنما استراتيجية سلطة. طيب. مشروع مختلف تماما. نفس الشيء في سوريا، نحن دفعنا ثمنا غاليا لحالة الهيجان، يعني استلامهم في مصر وتونس شعر الإخوان بدأوا يطالبون بمطالب ونحن في المعارضة، مثل ما بيقولوا يعني لسعتنا تحت البوط العسكري ونبدأ بطرح حصتنا. هذه المسألة بالتأكيد أثرت كثيرا على الحركة، وإذا لم بس الجماعة جزء أساسي دكتور هيثم من المعارضة السورية، بما أنك تتحدث عن سوريا تحديدا، جماعة الإخوان المسلمين منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا كانت جزء أساسي من المعارضة الخارجية، هي باستمرار معارضة خارجية، لأنه في سوريا في لا كل معارضة خارجية في سوريا يحكم يعني لا لا أنا أتكلم بمعنى بمعنى النشاط يعني المشروع النشاط غير المحظور، الجماعة يعني لم يكن لها نشاط في سوريا كما نعلم جميعا. بالتأكيد، ولم يكن هناك نشاط مسموح للعديد من الأحزاب الأخرى، لكن بالتأكيد حركة الإخوان بعد أزمة 78-82 ومجزرة حماة أصبح وضعها غير قانوني بالمرة، يعني في قانون يحظر ويحكم بالإعدام على من ينتسب لها في سوريا، بالتالي وضعها خارجي 100%، لكن في هذا الوضع الخارجي كانت تريد نسبا عاليا وتواجدا عاليا في كل الهياكل اللي حدثت في الخارج مثل المجلس الوطني أو الائتلاف، رغم أنه حجمها كما تقر هي حجم صغير في سوريا خارج البلاد وداخله. طيب. يعني لماذا؟ لأنها قوية في مصر مثلا، هذا المرجعية فوق الحدودية اللي تنعكس على عقلية طيب. أننا نريد مكانة أقوى دفعت ثمنها الحركة اليوم. أظن أن الحركة اليوم في بعض البلدان إذا لم نقل هي في مرحلة انحسار فهي في مرحلة مواجهة مباشرة مع دولة القانون التي ستقوم في بلدان أخرى، مع دولة القانون التي ستقوم، ولكن يعني في دول الربيع العربي هذه مراحل انتقالية نحن نأخذها الآن. دكتور لؤي، ما رأيك؟ هل بالفعل أولا ارتباط هذا التنظيم هذه الجماعة بارتباطات خارجية كان له أثر على انحساره في بعض الدول خاصة في مصر الآن؟ وهناك الحقيقة بعض التعليقات من المشاهدين، تعليقات ممتازة أود أن أسأل عن بعضها. مصطفى الجوهر يقول الإخوان سقطوا بسبب أطماعهم في السلطة والحكم وسياسة الإقصاء التي اتبعوها مع الحلفاء والخصوم. طيب، هذا ما حدث في مصر، ولكن الآن هناك سياسة إقصاء معاكسة ضد حركة الإخوان المسلمين، هل هذا يحل المشكلة برأيك دكتور لؤي؟ لا، أنت إذا أردنا أن نأخذ هذا السؤال فنأخذه من جزئين، دعني أجيب عن الجزء الأول ثم أنتقل إلى الجزء الثاني الذي أيضا ينقسم إلى جزئين. بداية في مسألة الارتباط الخارجي، دعني أكون صريحا معك ومع السادة المشاهدين، يعني كان هناك فكرة في الغرب ما بعد الأحداث التي عصفت في العالم بأن يكون هناك احتواء للتنظيمات المتطرفة من خلال تنظيم إسلامي مدرن، وقع نظر الغرب هنا، وقع نظر أمريكا، وقع نظر أوروبا على تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم مدرن مثل التجربة التركية، وقالوا فلنحتوي التنظيمات المتطرفة ونواجههم بتنظيم مدرن، مع أنه أنا باعتقادي شخصيا أنه تنظيم الإخوان ليس لا تنظيم معتدل ولا غيره. كل هذه الحركات التي تمارس الإرهاب والعنف هي خرجت في الأصل من رحم تنظيم الإخوان المسلمين، لأنه في الأساس هناك خلل فكري، هناك في البناء هناك خلل، وبالتالي ينتج كل فترة نجد تنظيم خرج لنا، تنظيم جهادي، تنظيم إرهابي. العمليات الإرهابية لم تتوقف في مصر خلال وجود الإخوان المسلمين في السلطة. أنا لا أقول أن الإخوان المسلمين مسؤولين بشكل مباشر، ولكن أقول أن كل من مارس الإرهاب من هذه التنظيمات التكفيرية والمتطرفة بدءا من القاعدة وبدءا بكل هذه التنظيمات هي خرجت في الأساس من رحم جماعة الإخوان المسلمين. هذا الفكر كان في جماعة الإخوان المسلمين، ولأن هذا الفكر ليس له إطار سليم فبالتالي سيكون هناك شدود في هذا الفكر كل فترة والتانية، وسنبقى نعاني في المجتمع العربي على فترات طويلة جدا بخروج هذا الفكر الشاذ كل فترة من الفترات، لأن هناك خطأ في البنية الفكرية لهذا التنظيم. أنا باعتقادي، أنا لا أريد أن أخوض هنا.
هذه الفكرة الأمريكية باحتواء هذه التنظيمات هي كانت خاطئة. هذا لعب بالنار، هم يلعبون. كان هناك أيضا مصالح، هم لديهم كان مشكلة الضواحي، لديهم مشكلة الشباب المسلم المتطرف، فقالوا فلتكن يعني ضربة عصفور بحجر، يعني عصفورين بحجر واحد، فلتكن تنظيم مدرن يحتوي التنظيمات المتطرفة، ولنجمع من تبقى من المتطرفين في سوريا على بعد أقل من 1000 كيلومتر من حدودهم، ولنرسل المتطرفين الذين لدينا ليموتوا هناك، ولتكن مصيدة العالم. هذا فكر خاطئ. ما يحدث في سوريا سيصل إلى كل بيت عربي، أنا باعتقادي. هذا الفكر التكفيري، هذا المستوى من الدماء الذي هو يبتعد عن الثقافة العربية، يبتعد عن كل شيء، هذا سيصل إلى كل بيت عربي. المشروع الغربي استثمر في الإخوان المسلمين، واستثمر على مدار سنوات طويلة جدا. ولكن أنا أفهم السياسة بمفهوم بسيط جدا كما يفهمها أي شخص. السياسة هي مصالح مقابل مصالح. مصلحة الغرب كانت في احتواء هذا التطرف، لأن الغرب تاريخيا يعيش واقتصاديا على خيرات هذه المنطقة، على أفريقيا، على العالم العربي. وفي الفترة الأخيرة كان هناك أزمات اقتصادية، اهتزازات، هناك منافس قوي في أفريقيا هو الصين، بقي المنطقة العربية. ما الذي أعطاه الإخوان المسلمين للغرب مقابل هذا الاتفاق أن يشجعوهم ويدعموهم في الحصول على السلطة؟ أنا أوجه هنا رسالتي إلى كل بيت عربي وإلى كل شاب عربي. إذا كان هذا الهديان الذي يحدث في الشارع العربي هو بنظرهم الذي سيرتقي بنا والذي سيشكل مصيرنا، فالأجدر بتجار المخدرات أن يصنعوا مستقبلنا بدل من الإخوان المسلمين. يعني كل اللي بيحصل في العالم العربي يا دكتور الآن صار مؤامرة خارجية لتفتيت المنطقة وزرع كل هذه العناصر السلبية والعناصر الهدامة. يعني برأيك كل الناس اللي طلعوا للشوارع في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي لا نخلط، كلهم طلعوا يعني مضحوك عليهم، لا 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 نخلط لا نخلط لا نخلط. ما يحدث في سوريا أنا لا أعتقد أنه بقي جهاز مخابرات على وجه الأرض لا يمارس نشاطه في سوريا. ما يحدث في سوريا هذه مهزلة من مهازل التاريخ، وسيأتي يوم لن يحاسب على ما يحدث في سوريا من تورط في هذا الدم على الأرض. كل من تورط في الدم في سوريا، وليكن معروفا للعالم كله أنه ليس هناك ولا منظمة ولا منظمتين، هناك عشرات المنظمات توثق ما يحدث في سوريا على الأرض، وتوثق لانتهاكات كل هذه الأجهزة. طيب، في سوريا على الأرض. أما ما يحدث في الشارع، أما ما يحدث في الشارع العربي من مظاهرات، من خروج عفوي، فهو جميل جدا. هذه هي مطالب الجماهير التي تمتطه. طيب بدنا نتوقف بس مع فاصل، بدي ارجع مسألة الارتباط الخارجي لانك لم تجبني عليها بالشكل الكامل، وايضا مسألة الاقصاء. الان هناك اقصاء لجماعة الاخوان المسلمين كما يقول البعض، فاذا نحن نعالج الخطأ بالخطأ. صح. هل هذا ما يحصل حاليا؟ فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار. الجزء المتبقي من هذا الحوار حول الإخوان المسلمون والربيع العربي، من أسقط من؟ أتوجه مرة أخرى إلى الدكتور هيثم مناع في باريس. دكتور هيثم، المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني للانتقال السابق في ليبيا وهو من خلفية دينية معروفة، يقول الإخوان المسلمون استغلوا ثورات الربيع العربي التي لم تكن ثورات إسلامية بالدرجة الأولى، وتبين من خلال السياسة التي انتهجها الإخوان سواء في تونس أو في مصر أو ليبيا أنه لم يعد لديهم قبول في الشارع الليبي أو المصري أو التونسي. أخطأوا في تعجل تطبيق سياسة الإخوان بالتمكين قبل الإنجاز. أنت أشرت إلى مسألة أخونة الدولة، هل كان هذا الخطأ القاتل بالنسبة لهذه الجماعة على الأقل في مصر؟ أين أخطأت الجماعة في هذه التجربة منذ اندلاع الربيع العربي؟ لو أخذنا التجربة التونسية اللي كانت أول انطلاقة للربيع العربي، التجربة التونسية أنا كنت في الأرض، كنت أنا ورموز الآن في الحكم وفي المعارضة، وجلنا تقريبا كل الأراضي التونسية، لم نكن نرى فيها أي جملة دينية، أي صورة لرجل دين، أي صورة لمسؤول ديني، وكانت الناس تطالب بدولة مدنية ديمقراطية، كانت الناس تطالب بالسلمية، وكانت الناس بدون أصنام وبدون أحزاب مهما كان اسمها ديني أو غير ديني. هذه هي الحركة الأساسية الشعبية التونسية.
عندما دخلت وبدأ التشريع للأحزاب والموافقة عليها، نجد بأن هناك أحزاب استطاعت بفترة قصيرة جدا أن يكون لها حوالي 250 مقر على الأراضي التونسية، في حين أن هناك أحزاب موجودة في الحكم أيضا لها مقرين أو ثلاثة بسبب وضعها المالي. إذن هنا تدخل العنصر المالي في بحبحة وترحرح أحزاب إسلامية على حساب أحزاب علمانية. طيب، ولكن هذا يحسب لها وليس عليها دكتور هيثم. يعني الأحزاب في كل دول العالم تعتمد على المال في نشاطاتها المختلفة، في تنظيم صفوفها، في فتح مراكز، في حشد الناخبين يعني صحيح. هذه جزء من اللعبة الديمقراطية. ولكن أي مال هناك مال أسود ومال أبيض. يعني مثلا في فرنسا قانون الأحزاب لا يسمح للحزب الاشتراكي الفرنسي بأن يأخذ مساعدة مالية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني اللي هو معه بالأممية الثانية، لأنه قانون الأحزاب بيعتبر ذلك أي حزب سياسي ممكن يكون حزب سيادي أي في السلطة، وبالتالي هو يبيع من سيادته بتبعيته المالية. في المغرب ليش ناخذ بلد أوروبي؟ ممنوع على الأحزاب، يمكن لجمعية غير حكومية تأخذ مساعدة من أمريكا، ممكن تأخذ من أوروبا، أما الحزب السياسي فلا يحق له تلقي أموال خارجية، لأن هذا يؤثر بالتأكيد على سيادته، وكونه في السلطة سيؤثر على سياسته تجاه البلد الممول أو الطرف الممول. بالتالي مشكلتنا مع المال السياسي في العالم العربي، في سوريا، في مصر، في تونس، وفي ليبيا، مشكلتنا أن هذا المال السياسي هو مال جاء في فترة فراغ وفوضى ولم يكن له ناظم، لذا هناك من تلقى المساعدات من هذه الدولة النفطية أو تلك، هذا من تلقى المساعدات من هذه الدولة الغربية أو تلك، ودفعنا النتيجة بأن الانتخابات مثل ما قلت كانت صورية ولم تكن حقيقية ولم تكن تعبير حقيقي، هي جاءت في زمن بؤس، في وضع بؤس، لتجعل من الناخب بائسا في إعادة إنتاج الانتخابات غير الديمقراطية، وهذه مشكلتنا الأساسية. المال السياسي، في كلمة بيقولها هوشيمين، بيقول إذا أردت أن تحرق ثورة فاغرقها بالمال، وهذا ما حدث، أن المال تدخل بشكل أساسي، وكان المال السياسي بشكل أساسي إخوانيا وسلفيا، فلنكن واضحين ونسمي الأشياء بأسمائها. طيب، لم يأتي للحزب الشيوعي السوري ولا للحزب الاشتراكي ولا حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب الشعب، لم يأتيه قرش. طيب دكتور هيثم، فقط حرصنا على الوقت إذا سمحت لي. نقطة ثانية باختصار لو سمحت. نقطة ثانية كثير، المسألة التي أيضا كان فيها نوع من السعي للوصول بأي شكل إلى أجهزة الحكم هو مسألة استئصال الآخر. لذلك قوانين الاستئصال شاركت فيها وطالبت فيها حركة الإخوان. نحن كنا ضد تكرار المثل العراقي باستئصال البعث، وقلنا من لم يرتكب جرما بحق أحد لا يحق استئصاله، ولولا مقاومة المجتمع المدني التونسي لكان أقر قانون من هذا النوع، كان نفس الشيء. وثم جئنا إلى مؤسسات عميقة وعريقة، يعني مؤسسة الخارجية في مصر في عهد مبارك كانت تتعاون معنا ولو كان الرئاسة غير راضية. طيب، لأنها مؤسسة تاريخية قوية، المؤسسة القضائية في مصر مؤسسة عريقة وقوية، في مؤسسات إذا تدخل بها السلطان التنفيذي بالتأكيد يتلف خبرة وتجربة سنوات، وهذا للأسف جيد ما لجأ إليه الإخوان في السلطة. طيب، لما شعروا أن السلطة التنفيذية والتشريعية بيدهم فبالإمكان أن نغير في هذه السلطات اللي كويس. بالأساس ليست تابعة لنظام مبارك. طيب دكتور هيثم، إذا سمحت لي سأنتقل إلى الدكتور لؤي أسأل عن نفس النقطة. الدكتور هيثم أشار إلى مسألة الإقصاء، العزل،
الكل يتحدث في الدول التي شهدت تحولات عن مسألة العزل السياسي في ليبيا ثارت عليه مشاكل كثيرة، اجتثاث البعث في العراق أيضا ثار عليه نفس الشيء. الآن في مصر جماعة الإخوان أقصيت عن المشهد، لا بل يعني اعتبرت جماعة إرهابية، أليس هذا معالجة الخطأ بالخطأ دكتور لائي؟ أنا واحد من الناس الذين خرجوا الشعر على لساني، وأنا ذاهب إلى وزارة العدل المصرية في زمن حكم الإخوان المسلمين لأتكلم عن قانون العزل السابق، وعن تسمية أناس بأنهم فلول، وعن تسمية غيره، وكنا نتكلم عن عدالة تصالحية وليس هكذا تبنى المجتمعات. هذه فئة كانت لا تمارس العنف، ولكن في الفترة الأخيرة جماعة الإخوان المسلمين إذا كان لدى الحكومة المصرية الآن مسؤولة ولديها مسؤولية، ليست مصرية وليست عربية بل مسؤولية دولية كون هذا التنظيم دولي، إذا كان لدى الحكومة المصرية ما تبرهن فيه وما تدعم أقوالها فيه بأن هذا التنظيم الإخوان المسلمين قد مارس العنف ومارس الإرهاب، فعليها أن تقدم ما لديها من وثائق إلى المجتمع الدولي. أنا أعيش في أوروبا، أخاف على نفسي وعلى أولادي، حيث أن هذا التنظيم متغلغل في هذا المجتمع الأوروبي، هو موجود في بريطانيا، موجود في النمسا، موجود في أمريكا، موجود في كل مكان، موجود في العالم العربي. إذن على الحكومة المصرية إن كانت جادة فيما تلقي به من اتهامات على تنظيم الإخوان المسلمين، عليها أن تتقدم بما لديها إلى مؤسسات دولية فعلا ليحضر هذا التنظيم. وعندما بدأ عزل الإخوان المسلمين في مصر وتصنيفهم كتنظيم إرهابي، بدأ بناء على تحقيقات النيابة العامة المصرية التي وصلت في تحقيقاتها أن هناك عملا منظما من تنظيم الإخوان المسلمين بممارسة العنف والإرهاب. إن صح هذا لا يكون عزل. رجل كان رئيس دولة، بمجرد أن عزل وجهت إليه كل هذه التهم، يعني قعد بفترة سنة في الحكم بدون أن ينتبه أحد على هذه التهم. لست أؤيد طريقة العدالة، منظومة العدالة التي تسير في مصر بالكامل، لست أؤيدها بالكامل ولا أدافع عنها، ولكن في نفس الوقت لا يعني أن يمارس بحقي إجحاف فأسمح لنفسي بأن أمس بالحق في الأمن والسلامة للمواطنين المصريين، إما أنا أكون في السلطة، وإما أن أذهب بمصر إلى الحالة السورية أو الحالة الجزائرية. هذا مرفوض نهائيا. هذا يبين ما الذي كان سيأتينا من أناس كهؤلاء الناس. أنا لا أقول أن المنظومة في مصر تسير بشكل صحيح، أنا لست راضي عن الاعتقالات التي تتم في مصر، أنا لست راضي عن المنظومة التي تتم في مصر، ولكن في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بالأمن والحق في الأمن للأطفال وهؤلاء الملايين في الشارع، ومحاولة جر مصر وآخر جيش عربي محترم موجود في المنطقة لحالة اهتراء واستنزاف داخلي، عندها يتوقف كل شيء. شكرا لك دكتور لؤي ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، على وجودك معنا اليوم في الاستوديو. شكرا لضيفي من باريس الدكتور هيثم منا، رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان. غدا نفتح ملفا آخر.